اللي كنا كنحفروا في الغار باش نقضوا الطفل البريء الحبيب الغالي على قلوبنا ريان. الطريقة أخي باش كنا كنحفروا الطريقة على حساب ريان، كلشي كان على حساب الحياة ريان. ساعة مع الأسف إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. كيف ما حنا كانوا الناس اللي مسؤولين علينا دايرين السلامة ودايرين جميع الاحتياطات باش ما يتقاس فينا حتى شي واحد ولا ما يتأذى فينا حتى شي واحد، كذلك حنا عاوتاني كنا من الداخل على قبل ريان. يعني ما عنديش انا عماد تريتر، حنا كنا من ليكيب ديال عمي علي الصحراوي اللي كنا كنحفروا في الغار باش نقضوا الطفل البريء الحبيب الغالي على قلوبنا ريان. كنعزي انا والعائله ديالي الام والاب ديال ريان وجلالة الملك الله ينصره الله يخليه لنا معنا في الكبيرة والصغيرة وجميع المغاربة اللي بقى فيهم ريان داخل الوطن وخارج الوطن وجميع الدول اللي تعاطفت معنا وجميع ليكيب اللي كانت تما خدامة للي كيحفروا ولا اللي كانوا تما كيعاون اللي كيجيب شي حاجة وجميع القوى المساعدة ورجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والسي. الطريقة أخي باش كنا كنحفروا الطريقة على حساب ريان، كلشي كان على حساب الحياة ريان. ساعة مع الأسف إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. كنا كنمشيو على حساب الحيطة والحضر وكنحفروا غير بالشوية على حساب باش من زعما كنا زعما فرحانين وباغيين زعما نخرجوا زعما حي من تما وشي حاجة، كنحفروا بالشوية ولقينا واحد الحجرة قاصحة هي اللي زادت عطلتنا الشغل، وكان الحجر كيطيح من الفوق. ومهم داكشي حنا كاع ما كنا مسوقين له ولا يعني شي واحد مخلو ولا شي حاجه، حنا الهدف الوحيد ديالنا اللي كان عندنا في الراس ديالنا وهو نعتقوا الطفل ريان، هو نجبدوا ريان من نجبدوه عايش. ساعه مع الاسف لله ما اعطى ولله ما اخذ. باش عرفنا في ديك البلاصه فين كاين الفوتوغرافيون، كاين الناس يعني عندهم التخصص ديالهم والات متطوره بزاف، يعني الات متطوره متخصصين بزاف باش يعني وصلنا حنا لتما. كايناتين راه واحد المجهود، راه كلشي دار واحد المجهود وحتى شي واحد ما نعس حتى شي واحد، يعني كلشي عقله وقلبه مع ريان، كلشي خصو ريان يخرج حي. ساعه مع الاسف كنت اسو بزاف، بقى فينا بزاف بزاف بزاف. الكاميرا اللي كانت كتراقب ريان انا ما عنديش يعني شي معلومات على هادشي حيت كاين ناس عندهم التخصص ديالهم داكشي هذاك. حنا المهمه ديالنا كانت عندنا هي في داك الغار كنحفروا باش نوصلوا عند ريان، وكان حارسين على السلامه ديالو بزاف، يعني كان السلامه ديال كيف ما حنا كانوا الناس اللي مسؤولين علينا دايرين السلامه ودايرين جميع الاحتياطات باش ما يتقاس فينا حتى شي واحد ولا ما يتأذى فينا حتى شي واحد، كذلك حنا عاوتاني كنا من الداخل على قبل ريان. يعني ما عنديش يعني البلاصه ضيقه بزاف، وملي كتكون كتحفر لداخل مع الكومبريسو ديال الديكاجور ديال الحفير وهذا كي التراب وداك الحجار والناس كيطلعوا من الفوق بزاف، كيهبط كيسحت على كيهبط في ديك الموطع فين حنا كنحفروا كيطيح علينا في داك القادوس جوج المرات. مره وحده كنا لداخل حنايا والمره الثانيه كنا خرجنا. المره الاوليه باش كنا يلا نهبطوا هبط داك الجبل كانوا عطاونا الانذار وخرجنا ديك الساعه كي خرجنا حنا طاح، والمره الثانيه ما طاحش بزاف، طاح شي حاجه يمكن تابعنا العمل ديالنا والخدمه ديالنا حتى النهايه ان شاء الله. سعيد دابا داك الشيء اخي راه حنا بيدنا، راه حنا ملي كنا كنحفروا كنقولوا ريان حنا ما جينا عندك غير صبر غير صبر ريان، حنا دابا وحنا معك شي حاجه يعني حنا ندخلوا عندك غير صبر ريان، واخا كاين عرقله وكاين صعوبات وكاين بزاف ديال الحوايج حنا كنقولوا حنا ما جينا عندك ريان غير صبر شويه حنا معك ريان. يعني كان عندنا الطموح والشجاعه وهذا ما كرهناش، زعما كنا جبدنا زعما حي من تما ونرجعوا في الحضن ديال الام والاب ديالو ونفرحوا الشعب المغربي ونفرحوا سيدنا الله ينصره ونفرحوا جميع الدول اللي كانوا متعاطفين معانا وكانوا متبعين كل شيء من الاول حتى الاخر. ما كرهناش، عملنا واحد المجهود كبير بزاف اخويا منا. كنهضروا كنقولوا حنا ما جينا ريان حنا ما جينا، يعني الهدف ديالنا كامل عقلنا وقلبنا ما نعسنا ما كلينا ما حتى شي حاجه، العقل ديالنا كامل مع ريان، خصنا ندخلوا عند ريان، خصنا نوصلوا عند ريان دغيا باش نجبدوه. لحقاش مسكين خمس ايام هو تما كاينتين مخشي وهذا، الله لا يحسن الاوان الجامع، يعني اي واحد ديروه في مترو على مترو وشد عليه كلشي وخليه يشوف كيفاش كيجي داك الاحساس. حنا كنا محشي في ديك الحفره وحسينا بداك
الاحساس، وبالاخص باش وصلنا ديك التربه ديال البئر، باش قربنا نوصلوا للبئر بقات لنا شي 60 سنتيم باش نوصلوا لذاك البئر. كاين ديك التربه فازقه، يعني التربه بارده بزاف، التربه بارده البروده بزاف تما كاينتين، وداك الحجر ديال الفريش ماضي، يعني حنا كاملين تدبرنا، كاين شي واحد يعني ما صوبش. لا حنا ما وصلناش اخي عند راي، يعني حنا المهمه ديالنا كان عندنا نحفروا، وكاين عاوتاني الناس متخصصين باش غادي يجبدوا راين على السلامه ديالو، حيت حنا كاملين كنا باغيين يكون عايش. كاين ناس متخصصين هما اللي كملوا، بقات واحد 60 سنتيم ولا 50 سنتيم هما اللي كملوها باش يجبدوا راين سالم. لا خي السؤال هذا يعني كاين الناس اللي كانوا متخصصين في الجبيد ديالو، هما اللي عارف، الطبيب اللي شافو هذا هو اللي عارف، حيت كل واحد عنده تخصص ديالو. حنا بيدنا ما كرهناش وكا كان عاش ولا يعني وكا كان عايش ولا هذا، يعني حنا بيدنا ما عندنا حتى شي معلومه يعني واش راه عايش ولا ميت ولا شي حاجه. حنا المهمه ديالنا خصنا ندخلو في داك الاخر، وغمرنا وحفرنا ودرنا واحد المجهود ومجهود كبير. حنا كان هذاك المجهود اللي صوبنا هي اللي خرجنا راين سالم ساعه، مع الاسف لله ما اعطى ولله ما اخذ. وقفنا الحفر وخرجنا حيت كاين الناس التخصص ديالهم باش يجبدوا راين، يعني التخصص ديالهم على حسب السلامه ديالو باش يخرج عايش. حنا هو زعما كيتين ما عرفناش حنا واش ميت ولا عايش، ولا يمكن حنا التخصص ديالو باش يتجبد عايش ويكون مزيان. يعني الطبيب هو اللي شافو، والطبيب هو الناس اللي دخلت لتما عندها التخصص ديالها باش يجبدوه بالطريقه ديالو وعلى السلامه ديالو باش ما يزيدش يتفرع او يزيد الدار ولا شي حاجه اخرى. فشلنا اخويا، فشلنا الركابي ديالنا اخويا، فشلنا واحد تحطمنا بزاف، فشلنا. ولا يمكن ما رايان جا وصلنا واحد الميساج لينا كاملين كاننا حنا امه واحده، حنا امه واحده. رايان جا وصلنا هذا الميساج هذا، حنا امه واحده وبشبيه حالات اخويا. قاصحه اخويا، قاصحه بزاف، يعني الله يصبر الام والاب ديالو، الام والاب ديالو الله يصبرهم، والله يبدل المحبه بالصبر، والله يعظم لهم الاجر. خلا بلاصتو كبيره بزاف. كما قلت لك راه جا وصلنا دابا رايان مكتب له هادشي هذا، مكتب ليه يدوز مسكين. جا داير ميساج وصلوا لنا، حنا كاملين يد وحده وكاملين يعني امه وحده. هذا الميساج هذا كيف ما تعاطف مع جميع الدول وجميع الناس، يعني بحال اللي كنقولنا حنا رحنا يد وحده كاملين انسان. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.